وسط أجواء من الفرح والسعادة، تلقت الطالبة سارة هيثم بكر من مدينة قلقيلية نتيجتها في الثانوية العامة، حيث حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الوطن في فرع الريادة والأعمال بمعدل 99.6. الحمد لله، كنت مبسوطة جدا لما جبت النتيجة. كنت قاعد مع أهلي وأحبابي، ويعني صراحة كنت متوقع هذا المعدل، بس برضه طبعا كان في هواجس إنه ممكن لا ما أجيب هذا المعدل، ممكن في أخطاء. وبالنسبة للمستقبل إن شاء الله ناوي إني أدرس تصميم ديكور، أكون مصمم الديكور، وإن شاء الله بطور الإشياء للمستقبل. ذو الطالبة سارة عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه النتيجة، حيث كانوا الداعم والسند لابنتهم، مؤكدين أن هذه الفرحة لا تعادلها أي فرحة أخرى. أول شيء الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا، وبهدي نجاح بنتي لجميع الأمة، وذلك الفضل من الله، وأشهد بالله أنه فرحة النجاح فرحة حلوة وجميلة، وبشعر فيها اللي بتلقاها فعلا أنها بهجة روعة. توقعت لها النجاح معدل تقريبا 98 97، اما والله فاجأت بمعدل 99.6. وتقدم لامتحان الثانوية العامة في محافظة قلقيلية نحو 1796 طالبا وطالبة في مختلف الفروع، حيث حصدت المحافظة المركز الأول مكرر للطالبة سارة بكر. للتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.